وفي محافظة الجيزة أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادة اللغة العربية وسط إجراءات احترازية مشددة. وخلال تفقده عددا من لجان الامتحان، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضرورة توفر غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لبحث أي شكوى تعوق سير الامتحانات. انطلق ماراثون الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة. البداية كانت لمادتي اللغة العربية والخط. واطمأن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد خلال جولته بلجان مدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان ومدرسة رفاعة الطهطاوي على توافر السبل للراحة كافة داخل وخارج الامتحان. يهمنا في المقام الأول الامتحانات تؤدى على أفضل وجه، وأن كل واحد ياخد حقه، وأن الامتحانات تبقى منضبطة والأمور كلها تبقى منضبطة. ومن هنا كان خطة المحافظة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومدير التربية والتعليم خلال الفترة اللي فاتت، حط جدول امتحانات تراعى فيه كل هذه الاعتبارات، ان يبقى فيه تيسير على اولادنا الطلاب ان هم يقدموا امتحانات ما يبقاش مضغوطين، عندهم فرصة ان هم يراجعوا، عندهم فرصة ان هم يستذكروا دروسهم. في عدد كبير من الطلبة بيقدموا الامتحان، حوالي 188 ألف طالب بيأدوها حركة النهاردة، موزعين على 686 لجنة. هذه اللجان طبعا نسقنا زي ما قلت مع التربية والتعليم والمحليات، رفعنا الكفاءة في محيط المدارس جوه المدارس. 188 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة. الاستعداد تم خارج المدرسة اللي هي شيل النظافة وتعليمات طبعا وكيل وزارة، الاستعداد تكون على أتم استعداد بالنسبة للورق، بالنسبة للديسكات، بالنسبة للإضاءة، بالنسبة للإنارة، كل حاجة جاهزة. في غرف عمليات لتلقي الشكاوي لو في أي شكوى من أي حاجة من أي مادة من المواد أو سؤال من الأسئلة، بيتم على طول إبلاغ مدير المديرية وبيتم فحص هذه الشكوى، وبيتم اللي بيتم طبعا ده لمصلحة أبنائنا الطلاب. إنشاء غرف عمليات مركزية بكل إدارة تعليمية مع توافر المناخ المناسب لراحة الطلاب وأيضا وسائل التهوية والإنارة، مع ضرورة تواجد دائرة صحية داخل كل مدرسة، إجراءات شدد عليها مسؤول المحافظة لسير العملية الامتحانية. محمد محروس، التلفزيون المصري.